ما شاركتش في اي عمل رمضاني لاسباب كتيره. اولا لان الثانويه بتاع اختي مازال ما عدتش، ربي لابد يرحمها، جوزنا بس مرحله ربنا شويه صعبه، قليلة. علما انه العام اللي فات سجلته انا اصلا في حزن، ولكن الحمد لله عدت. هذا العام نقول لك انه تقدمت لي عروض كثيره، لا ما تقدمت ليش، ولكن يعني ما حتى لو كانت تقدم لي ما كنتش يعني جو سو با بريت مورالمون. شوفي شوفي الفرق بين فنان محترف محترفات وفنان يعني ما تعلمش الاحتراف. مدام عايده عبابسه كانوا عندها التزامات فنيه ايام ما توفات اختها الفنانه نعيمه عبابسه، ولكن كملت الالتزامات تاعها، كملتها وكملت لا، وكانت الفنية. فتره صعبه جدا لانه بدات بموت ريم الله يرحمها، زلزلتني موت ريم غزالي. الوغ ندخل مسكين نسو مزاحم نوجه له تحيه انسان، نقول له راني في حزن ثلاث ايام، انا دائما كل واحد يموت ندير عليه ثلاث ايام. ومن بعد جات فاتحه نسرين الله يرحمها، الله يرحمها، زدت قلت له ثلاث ايام، ومن بعد هو اللي عيط لي قال لي عايده جو سوي ديزولي تو ريست لا ميزون. قعدت ثلاث اربع ايام بعد قعدت ساره تقول لي عايده حبس الخدمه، حبست